انطلقت في القاهرة فعاليات مؤتمر الأهرام الثالثة للطاقة تحت عنوان الطاقة أفاق الاستثمار وفرص النمو بمشاركة خبراء ومسؤولين في مجالات البترول والغاز والكهرباء والبنوك. وفي كلمة أكد وزير البترول طارق الملا أن مصر وضعت محور التنمية المستدامة في مقدمة أولوياتها الوطنية، مشيرا إلى تنفيذ 27 مشروعا لتنمية حقول الغاز باستثمارات تقدر ب 31 مليار دولار، ووصول إنتاج مصر إلى 7.2 مليار قدم مكعب غاز يوميا، وتوقيع 99 اتفاقية بترولية خلال 5 سنوات. نتوسع في مشروعات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، ودي كلها نتيجة ان احنا دلوقتي بنحاول احنا نعظم من القيمة المضافة، نرشد في استهلاك الوقود التقليدي اللي هو البنزين او السولار. والحقيقة ده من خلال برضو لجنة عليا شكلها دولة رئيس الوزراء بالتعاون مع عدة وزارات للتوسع في هذا المشروع التحول للعمل بالغاز الطبيعي، وبالتالي تصنيع هذه السيارات أيضا في مصر إن شاء الله. إحنا الحقيقة كمان بنتوسع في مشروعات مصافي التكرير والوحدات اللي هي بتعظم من إنتاج المتقطرات الوسطى اللي هو البنزين أو السولار بدلا من المازوت اللي هو النهاردة أصبح ما بقاش ليه استهلاك عندنا، كنا زمان بنستخدمه في محطات الكهرباء، النهاردة بنستخدم الغاز في محطات الكهرباء، ومن هنا أصبح لدينا متوفر من المازوت اللي احنا بنحتاج ان احنا نحوله إلى منتجات أكثر احتياجا للسوق المحلي، بالإضافة إلى أكثر وأعلى قيمة.